بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور، يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا المحفل الهام، افتتاح فعاليات الدورة 22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونحن نستشرف أفاق عصر جديد غدت فيه التكنولوجيا المتطورة هي البنية الرئيسية للاقتصاد العالمي والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة، التي لن تتأتى إلا بالعمل على محورين رئيسيين هما التحول الرقمي وبناء الإنسان، عماد النهضة وقوام التنمية. ولذا تعمل الوزارة على بناء كوادر مدربة ومتخصصة في التكنولوجيات الحديثة بمختلف أطيافها الرحبة، فضلاً عن إطلاق أكاديمية رقمية باللغة العربية توفر فرص التدريب الذاتي المجاني للشباب ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي بأسره. ويأتي ذلك تزامناً مع مشروعاتنا الساعية نحو جذب الاستثمارات العالمية وتنمية المناطق التكنولوجية وتفعيل الحوافز التي أتاحها القانون، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلاً عن تنفيذ عدد ضخم من البرامج والمشروعات من أبرزها إقامة 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات الإقليمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والبدء في تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة التي ستضم مراكز بحث وتطوير متخصصة في مجالات متعددة. وإننا إذ نفخر بتراث وطننا العظيم ونسعى للحفاظ عليه في العصر الرقمي، لنقوم بتنفيذ مشروع إنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارتي الثقافة والآثار وكافة الجهات المعنية، ليكون سبيلاً جديداً لبناء الإنسان المصري من خلال الثقافة والمعرفة. وإذا كنا نسعى لتوظيف التكنولوجيا للحفاظ على إرث الماضي، لا يفوتنا تطويعها لصنع حاضر قوي ومستقبل وضاء قائم على العدالة الرقمية التي تبني مجتمعات دامجة ممكنة تكنولوجياً، تدعم إخوتنا وأبناءنا من متحدي الإعاقة في أكثر من 100 مركز شباب مختلف، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. كذلك تطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد في 300 وحدة مختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة. السادة الحضور، لقد تبنت استراتيجية مصر 2030 مفهوم التنمية المستدامة بإحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هنا تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل كقطاع عرضي يساعد على تمكين كافة قطاعات الدولة في إتمام مشاريع التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المدن الذكية. وتنفيذاً لرؤية السيد رئيس الجمهورية ومتابعته الدقيقة للتنفيذ، نتعاون مع كافة جهات الدولة لتطوير المنظومة الرقمية للعاصمة الجديدة والتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة على نسق يحقق شمولاً رقمياً حقيقياً. ونهدف إلى إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية من خلال قنوات مختلفة وفقاً للتنوع الثقافي واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا، تحقيقاً لمبدأ العدالة الرقمية، حيث تتاح من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، فضلاً عن مراكز الاتصالات ومكاتب البريد المصري الذي يعيد صياغة دوره ليغدو منفذاً رئيسياً لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية بشكل حضري للمواطنين، متعاونين في هذا المضمار مع كافة جهات الدولة كالنيابات المتخصصة ووزارة العدل ووزارة الداخلية
ووزارة الهجرة ووزارة النقل وغيرهم الكثير. كذلك تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الشراكة المستمرة مع الأشقاء الأفارقة لتعزيز التحول الرقمي في إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وبالتعاون مع القوات المسلحة المصرية نبدأ برنامج لتدريب وتأهيل المجندين المتميزين في مجال هندسة وعلوم الحاسبات على آخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافدها. ختاماً، اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أعبر بالنيابة عن زملائي أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديرنا البالغ لتشريف سيادتكم لنا بالحضور ودعمكم المستمر الفعال لقطاعنا، ونعد سيادتكم أن نمضي بكل عزم واجتهاد في العمل للمشاركة في صنع غد أفضل يتوافق مع أصالة مصر وعمقها التاريخي ويحقق ما تصبو إليه من أمال وتطلعات. والسلام عليكم ورحمة الله.